دار فيك تركنا بعض مهجتنا تبكي الزوايا فكم ضمت لنا قصصا. في غزة هناك أمل يحدو رغم الفقد ورغم القصف. ما زال أطفال غزة يبحثون عن طفولتهم الغائبة وسط أنقاض العدوان بتعليق فوانيس رمضان، لعله يكون لهم رمضان الخير والبركة. مشاهد فرحة الأطفال بقدوم شهر رمضان ترجمتها أعمالهم في تعليق فوانيس رمضان على أطراف أعمدة الحديد المتناثرة من الجدران المهدمة. محاولات الشباب الفلسطيني لرفع آثار العدوان وزرع ألوان البهجة في شوارع شمال غزة يرسمون فرحة حزينة بأيدي مرتعشة وذاكرة سجنت بداخلها مشاهد القتل والشهداء من إخوانهم وجيرانهم وأصدقائهم، فهم ينعون البيوت والطرقات التي كانت ثم زالت. وبمقارنة بسيطة بين رمضان الماضي ورمضان الحاضر تجد ألف فرق يؤلم وظلاماً حل بعد نور. وعلى أطلال الماضي القريب بذكرياته المحفورة في وجدانهم يبحث أهل غزة عن فرحة برمضان وأمل في هدنة ومساعدات، ربما يمدد هذا الأمل في حياتهم ويهزم اليأس بداخلهم للعودة إلى غزة مجدداً. بابا كان يجيب زينة رمضان وماما تعلقها، وكنا نجيب حاجات حلوة في رمضان بالضحك لكل العالم إنه اليهود سرقوا ألعابي وبسكليتي، وبابا حيجيب لي بسكليت وحنرجع فيه على غزة ونلعب فيه على غزة بعد ما نعماها.